الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بالنسبة للضغط المتوسط بنسبة 19% مشاركة، وبالنسبة لضغط المنخفض ب 35% من المشاركة. وكان يعانيو يعانيو بزاف خلاص، كان يستعملوا المازوت ويستعملوا، لكن عانوا من المعاناة كبيرة خلاص. لكن اليوم الحمد لله رب العالمين، الدولة قامت وداروا لنا تريسيتي إن شاء الله. من الانطلاقة هذه إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية إن شاء الله بحول الله رب العالمين. وكما راكم تشوفوا عنده مثلا كما قال لك زميلي، عنده شجر أو كاين بعض الأشجار اللي ماتت على أساس كان معاناة تاع الماء ما عندوش، وماهوش بالضبط الماء، كان تريسيتي ما عندوش خلاص، كان يعاني ولكن اليوم الحمد والشكر يا ربي.